أدى الأعضاء الجدد بالنيابة العامة اليمين القانونية إذانا ببدء العمل، وذلك أمام وزير العدل المستشار عمر مروان والنائب العام المستشار محمد شوقي. وشهد مراسم أداء اليمين القانونية رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسني عبد اللطيف وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة. وذكرت وزارة العدل أن أداء اليمين القانونية جاء للأعضاء الذين شملهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 431 و432 لعام 2023 بتعيينهم في النيابة العامة بدرجة معاون نيابة. لأول مرة يتم أداء اليمين للنيابة العامة في هذا المقر، ولأول مرة أيضا بحضور معالي النائب العام محمد شوقي. مقر وزارة العدل هذا الصرح الكبير يتسع لهذا العدد من السادة معاونين النيابة. كان معاونين النيابة بيأدوا اليمين وأسرهم بتشاهد أداء اليمين في أماكنهم، وده طبعا نوع من التطوير اللي تم في أداء وزارة العدل وآليات العمل بها. لا شك أن ده هيبقى له مردود كبير على المعاونين الجدد، وشافوا قد إيه إحنا بادئين منين، الوزارة بادئة منين، فده هيساعدهم إن شاء الله ويحفزهم أنهم يؤدوا عملهم باستخدام التطوير التقني المتاح لهم في النيابة العامة. مش عارف أوصف لك فرحتي النهاردة، أول مرة أعرف النهاردة دموع الفرح شكلها إيه. يعني أنا كنت دايما أفتكر إن الدموع دي تبقى في الحزن بس، لكن النهاردة فعلا عيطت من فرحتي الحمد لله، وبتمنى لهم بقى إن ربنا يوفقهم ويخدموا البلد بجد. فرحة كبيرة جدا، ولا يعني الواحد ما يصدقهاش والله. الحمد لله يعني رب العالمين قبل في النيابة ويبقى وكيل نيابة. وزارة العدل حاجة مشرفة وكلنا احنا بنتشرف بيها، والوظيفة كوكيل النائب العام ده شيء يعني وسام على صدرنا جميعا. النهاردة أسعد يوم بالنسبة لي، فرحة ابن محمد عبد الحي اللي تعين وكيل نيابة، والأهالي كلها فرحانة ومبسوطة النهاردة باليوم ده، وده أسعد يوم في حياتي.